ده عبارة عن فيديو رقم 10 من سلسلة أسرار بلندر، وهنشوف ازاي في هذا الفيديو نقوم بعمل ريجنج لتيل. لو ديل بهذا الشكل نشوف ازاي نعمل ريج لتيل وحركة في اتجاه الاكس او في اتجاه الواي هكذا. طب نبدأ من البداية. طبعا احنا مش هنعمل، هنتخيل انه عندنا كاركتر. هضيف هنا ارمتشر، حرك ده كده السباين، حركه في الزد 4، ده كده بالنسبة لي السباين. هعمل اكسترود في الواي، واحد اكسترود في الواي واكسترود في الواي. انا عملت كده 3 بونز او 3 عناصر. بعد كده اعمل اكسترود في الزد ماينس 1. بعد ذلك اسمي ده كده، اسمي سباين، وده كده هنسميه تيل 1. انا بعمل تسمية عن طريق F2، ده كده تيل 2. بعد ذلك ده هنسميه التب، وهذه البون هنسميها البول تارجت. ملحوظة، احرك ده في الزد ماينس بوينت 2، وهعمل ديسكونكت هذا كده الت بي وده كده الت بي كلير بيرنت. في البوز مود عشان اضيف الكونسترين اللي هو الاي كي، هذا بقى البوز مود. اختار التب، بعدين اختار البون اللي بعدها اللي هي تيل 2، واضغط شيفت اي، اضيف اي كي تو اكتف بون. الاي كي هيكون طبعا كونسترين كالتالي، هو ممتد للنهاية، فهقول ان الشين لينس 2 فقط. بعد ذلك هحدد عندي البول تارجت، هيكون البول الزاوية هنا اتعكست، فهنقول اما 90، لسه ما اتعكستش، يبقى ماينس 90. كلام سليم. لو جربنا نعمل تحريك، فاذا التيل او الديل ده كده بيتحرك، وده كده بيتحرك في اتجاه الاكس، فاذا الرينج مظبوط. الخطوه اللي بعد كده هقول ان الاثنين دولت بيرنت من هذا الجزء، اما ان انا اذهب في الريليشنز واقول ان البيرنت لي عباره عن الارميتشر والبون بعد كده السباين، او اني اختار ده كده وده وكنترول بي كيب اوفست وكنترول بي كيب اوفست. الكلام ده عشان لو انا حركت ده كده ف يتحرك معايا. بعد كده بعد ذلك هذهب الى البوز مود واقول ان ده كده في الريليشنز، عفوا في الفيو بورت، ده كده بيبون. ممكن اصغر الشكل واقول ان في البندي مود ده كده عبارة عن سيجمنت وليكن 7، ده السيجمنت ايضا 7. كده احنا خلصنا الريجنج. ممكن نتأكد من التحريك جي في الواي، ده كده اذا الديل بيتحرك وده البول تارجت مهمة هكذا. ده ممكن نحركه، شايفين بيتحرك، الديل بيتحرك في جميع الاتجاهات. اذا في هذا الدرس عرفنا ازاي نعمل ريجنج وتحريك للديل ببساطة شديدة جدا.